فيرزق تقولوها معايا، واللي يشوف حد جنبه ما يقولهاش يقول لنا عشان نروح ضل كتير كويس. بس قبل ما نبتدي، عايزين نعمل بقى يعني براكتس صغير كده. هنسمع الاول البنات بقى نسمع الرجاله. سمعنا يا بلادي. دلوقتي هنبتدي نسمع البنات لغاية بكرة الناس. اوكي يلا، انا هبتدي لكم البنات بس من غير رجاله. يلا 1 2 3. يا يلا